السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشاني جدا والله. النهارده انا قررت اعمل كده فيديو كده ضرب كده في دماغي، ان انا اشتريت ساعه النهارده يوم 20/2/2020 كلها فيها اتنينات كده. اشتريت ساعه تيسو بي ار سي 200 اللي هي دايفنج دي. اشتريتها بس كانت حالتها تعبانه شويه. اشتريتها هتلاقي صورتها طالعه كويس هنا كده، هتطلع في المنظر ده كده في تمام كده. الساعه دي اول ما اشتريتها كانت تعبانه شويه، اشتريتها مستعمله جامد كمان، كان الاستيك بتاعها كان تعبان شويه، زائد كانت الساعه كانت حالتها كانت صعبه. فالنهارده انا حبيت ان انا اوريكم كده حاجه كده جديده، ان انت ازاي لو انت عندك ساعه بالمنظر ده، ازاي تنظفها وتخليها ترجع تلمع تاني، او تخليها بمنظر لائق يليق بيك، يعني تبقى انت ماشي بيها تبقى نظيف. حتى لو انت قلعتها مثلا على المكتب ولا حاجه وخرجت تعمل حاجه، بس في ناس لما بتيجي تحب تقعد بتقلع الساعات اللي في ايديها وبتقعد كده فاضيه، بس لازم هو مش ماشي الا بالساعه. فهو لما بيجي يقلعها ممكن الساعه تبقى بسبب العرق وبسبب الحاجات دي تلاقيها لم التراب وخلت شكل الساعه وحش قوي. فانا ان شاء الله هوريكم كده شويه سلوشن كده او شويه حلول كده ان شاء الله تنظف الساعة وتبقى الدنيا تمام. حتى كمان هوريكم بعض الأدوات اللي ممكن تشتريها من محلات الساعات، زي في العتبة ولا حاجة أو من أي محل ساعات قطع غيار ولا حاجة، تساعدكم للساعة. فتابعوني إن شاء الله، وأتمنى حضرتكم بس، لأن 80% يعني بعد إذنكم طبعا 80% من اللي بيتفرجوا عليها على اليوتيوب ما بيشتركوش. فأتمنى حضرتك تنزل في التنز زرار الأحمر، تعمل اشتراك أو سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو ده. شكرا جدا ليكم، وتعالوا معاكم نتفرج على نشوف مع بعض الفيديو. شكرا. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين الساعه هي قدامكم، ساعه اسمها تيسو بي ار سي 200. الساعه اهي، بس الساعه هي متبهدله شويه اهي. بص عامل ازاي، بص الاستيك عامل ازاي، الاستيك الساعه متبهدل خالص اهو، بصوا شكله متبهدل اهو. واهو وادي الساعة اهي، الاستيك برضه متبهدل اهو. بصوا بقى الساعة بقى نفسها عاملة ازاي. اصلا الاستيك ممكن ما اقدرش اعمل فيه حاجة، لكن الساعة لا اقدر انضفها. بصوا اهو، فانا كل اللي انا اعمله ازاي، بصوا من هنا برضه تلاقي الساعة مش نظيفة ازاي. بصوا هنا شايفين التراب والعرق والوحش، يعني مش نظافة. شايفين اهي، بص عامل ازاي من جوه اهي. بصوا هنا كمان شايفين الساعة عاملة ازاي. بصوا انا بس اكدت معاكم ده كذا مرة. بصوا بقى احنا هنعمل ايه، بص ركز بقى معايا في الحتة دي. احنا اولا احنا هنفك الاستيك. فك ازاي؟ دي حاجة اسمها فتاحة، دي بتتباع في العتبة اسمها فتاحة. دي بحوالي 20 جنيه او 25 جنيه انا اشتريتها. دي جامدة اوي، دي بتفتح الساعة اللي هي بتبقى كده او تشيل الاستيك. انا اوريكوا دلوقتي بتعمل ازاي. اهي الفتاحة اهي، وادي الاستيك اهو. انا هشيل منه اهي، بدخل الفتاحة دي ما بين الاستيك والحديدة دي كده، وراح زايق ناحية اليمين، ركزوا كده. بصوا اهي كده انا زقيتها، بس لازم بتاع التكتيك ودي تبقى حاجة حاجة تبقى طرية. يعني انا عندي دي او الجلدة دي، انا عندي جلدة كده، جلدة طبيعية كده بروح قاطع عليها. تمام، انا شلتها اهي، الجلدة اهي. تمام، ده جلد طبيعي، ركزوا ده جلد طبيعي. يعني ايه، ما تعملوش تحت ازاز او على خشب عشان ما تنقروش او الازاز ما تكسروش. تمام اهو، واروح جاي على دي كده اهي، واروح عامل كده اهي، السوست اهي جوه البتاع، وادي ايه، وادي الاستيك. تمام، ادي الاستيكين اهو، الاستيك بتاع الساعه اهو عامل ازاي. بصوا شايفين. تمام، واروح جاي هنا كده، وادي الساعه. بصوا الساعه من جوه عامله ازاي، مش نظيفه تماما. بصوا، فاحنا بقى نعمل ايه في الساعة دي؟ بص بقى انا هقول لك نعمل ايه. شايفين ده كده؟ ده اسمه، بص معلش انا هصوره لك كده. بص ده اسمه نيو ماستر بنزين نظافة
قادرة على إزالة البقع، تمام؟ ده بقى نظامه، ده البنزين، ده بنزين أنت بتشتريه من ممرات الساعات اللي بتبقى في العتبة أو من أي بنزينة، تقول له سمحت أنا عايز بنزين تنظيف، هو الساعة بتاعته 750 سنتيمتر، مش عارف إيه 750 سنتيمتر، بس ده جامد أوي، هوريكوا بقى بتعمل إزاي. بص أنا جبت دلوقتي بتاع أهو، اللي هو حاجة كده بلاستيكة، ثواني كده نرفع دي كده بقى ونصور بقى هو كده، تمام؟ أدي حاجة بلاستيكة أهي، ثواني بقى نعملها كده، وأدي البنزين أهو، استنى أفتحه، تمام؟ وأدي البنزين بس شوية صغيرين مش كتير، تمام أهي، ونقفل البنزين، تمام؟ أدي البلاستيكة أدي أهو. هنروح بقى عاملين ايه في الساعه دي كده؟ بص الساعه دي هنروح عاملين، نجيب فرشه سنان، فرشه سنان قديمه، ونجيب الساعه دي كده وكده، شايفين كده اهو، ودي كده، البنزين عمال يطلع على الموبايل، ثواني بعد كده شوية، ثواني نرفع كده الموبايل شوية كده كويس، ثواني كده، أهم حاجة في البنزين ده اللي هو بينشف بسرعة. المفروض تجيب البنزين ده كده اهو، تحطه كده على بتاع من فوق كده، تنضف البتاعة دي كلها، البنزين ده حلاوته ان هو بينزل على البتاعة يخليها اللي هي ايه، تتفرتك كده، يقول لك مزيل بقع، هو فعلا مزيل بقع رهيب، انتوا مش متخيلين، ده بينزل على الوساخة دي او عدم النظافه دي او التراب ده بعرق، تراب بعرق لازق كده بقاله فتره، ده رهيب. اللي انا اشتريت منه الساعه ده بيقول لي ان هو كان بيلبسها وهو خارج وهو نازل وهو بيجري وهو بيعمل كل حاجه، ودي من اكبر المشاكل اللي بتقابل الناس. بصوا بقى كده، الاستيج الساعة دي دي دايفر، يعني الاكرة دي بتتفك او الكراون ده بيتفك، بصوا الكراون ده لازق اهو، بصوا اهو لازق اهو، بصوا لما اجي اعمل كده، بصوا الكراون فك لفوق اهو، دي لازم تتغلغلها البتاع ده، تمسكها كده تروح عاملها كده والكراون مفتوح. حلاوة البنزين التنظيف ان هو سريع التطاير، يعني بيطير بسرعة، انت بمجرد ما هتنضفه بس كده، هو البتاع مش بيخش في الـ يعني ما بيخشش جوه الساعه، يعني بس كده اهو، بس كده نروح قافلين، ننفخ بس فيه شويه، بس كده اهو اهو، تمام، ابتدى ايه يلين اهو، ابتدى يلين، علشان كانت الترابه كانت او التراب كان معصلجه شويه اهو، بس كده اهو، ايوه ابتدى بقى كده يروح ويجي، نقفل بقى ده كده ونروح ايه فينا كده، ايوه استنى بس نبعد دي كده شويه، بص بقى الساعه بقت عامله ازاي، بص الساعه اهي،
هي هننزل دي كده عشان النور. بصوا استنى بس انا عايز اظبط الفوكس. ايوه اهو بصوا الساعة بقت تنور زي من هنا بقت بتنور اهي اهي. استنى ننزل اكتر استنى. بصوا دي كانت فيها تراب بالهبل دي بصوا راحت. بصوا دي كان فيها تراب كتير دي بتروح دي ولا ايه؟ اه دي بتروح اهي ودي كمان بتروح اهي. بصوا ساعة نطفت ساعة بقت تحفة رجعت اهي نضيفة. طبعا طبعا لو انت عايز تلمع الساعة دي بقى. بصوا بقى يا جماعة بقى الساعة دي بتتلمع. الساعة دي لما بتتلمع بصوا لها بقى بشكل تاني شكلها بيبقى تحفة. شكل الساعة دي بيبقى تحفة بمعنى تحفة. فأنا بس حبيت ان انا اوريكم. اه طبعا اما بالنسبة للاستيك الاستيك ده ان شاء الله هشتري استيك بقى تاني ليها لان الاستيك ده يعني ما بقاش ما يعني لا ينفع للاستهلاك الادمي لان الاستيك بس صعب شوية عايز يتغير. اما الباكل او اللي هي الاكرة التوكة قصدي اللي هي بتاعت الساعة دي اهي معمول عليها التيسو اهي معمول عليها ستانلس ستيل من ورا. حاجة برضو محترمة قوي التيسو دي. بس كده فانا حبيت بس ان انا اوريكم الساعة عاملة ازاي. بصوا ايديا نشفت ازاي من ايديا نشفت من بتاع ده من البنزين التنظيف. بس دي حاجة ان شاء الله تعودكم ان انتوا تجيبوا بنزين التنظيف ده عشان الساعة بتاعتكم عشان اللي كمان معاه ساعة استيك ستانلس كله دي تبقى مشكلة كبيرة يعني. بس كده يا جماعة شكرا جدا ليكم وما تنساش طبعا اللايك وتعمل سبسكرايب. شكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سير شاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا يا جماعه بعد ما شفنا الفيديو اتمنى حضرتك يعني لو في اي كومنت او في اي حاجه عايز اسال عليها يا ريت تكتبها لي تحت في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك ولو ما عجبكش تقول لي ما عجبكش ليه. ولو عايز تسال على اي حاجه وان شاء الله قريبا هعمل فيديوهات كده للممرات الساعات. لو انت مثلا عايز تروح مثلا لعتبه وتجيب مثلا حاجه في الساعات ان شاء الله اقول لك تروح لمين وتروح لمين وتروح لمين. وشكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين من قناه سير شاجي. ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك للفيديو. شكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سير شاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.